السنة أول سنة لي يكون حضوري في كأس السعودية، وجدا سعيد بوجودي في حضوري في كأس السعودية. واليوم أنا لابس الأوتفيت صراحة هذا براند سعودي عبد الرحمن الميزان، يرمز هو ستايل درعية خضرية، فاليوم أنا اخترت هذا الستايل صراحة يرمز شخصيتي وستايل الرياضي مع الستايل السعودي، فأتمنى يكون نال إعجابكم. درعية من أماكن جدا صراحة اللي أنا منسحر فيها يعني، وسحر يعني، فكانت جميلة. بالنسبة للملابس اليوم حبيت أني أحافظ على الهوية القطرية والخليجية في نفس الوقت، حبيت أنا أحب الذوق الكلاسيكي بشكل عام، فنسقت كم من قطعة مع الثوب القطري تناسب الهوية القطرية، خاصة أن احنا في موسم الشتاء، فقررت أني ألبس الغترة الشال مع هذا اللون اللي شوي يكون صارخ بس في نفس الوقت ترمز إلى طبعا علم قطر اللون العناب اللي احنا معروفين فيه. مش أول مرة أزور فيها الرياض، بس في هذه المرة حرصت أني أزور الدرعية، خاصة أنها في موسم يوم التأسيس، وكانت أول زيارة لي للدرعية، وحرصت أني أشوف الدرعية بالكامل. رحت ليالي الدرعية، رحت المناطق كلها الجديدة، أكيد استمتعت بالأجواء والفعاليات كانت موجودة أمس، وفعلاً كانت ساحرة ومن أفضل الأماكن اللي أتوقع الكل يثني عليها في الرياض، ولازم يزورها لما يزور الرياض. أوتفيت من سراج سند، سراج سند مصمم سعودي موجود بجدة، يعكس اليوم طراز النجد بالمثلثات حقت نجد. اللوك هذا اللي انتم شايفينه هو تقارب الثقافات السعودية النجدية والشرقية، انا اخترت النجد اقرب لمنطقتي الشرقية، فاخترت الاحساء، فيها التفاصيل الكثيرة اللي تشابه النجدية وتلتقي وياها، لكن هي أقرب ما تكون إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. يمكن شفتوا بس يعني اللمسة البسيطة في العصا، هذه بعض الثقافات عندنا في المنطقة، منطقة الأحساء، يحبون يستخدمونها كنوع من التراث، فصارت نوع من التراث عندنا، وحبيت أني أشارك فيها اليوم.